السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو حلوى تاع اسبانيا مش جزائرية، تتاكل على شواطئ البحر. نادرتها اليوم في سهرة يعني ليلة الشك تاع رمضان، ان ولادي يحبوها. واش نحتاج فيها؟ كاس فارينة، كاس ماء، شوية زبدة وشوية ملح فقط. يعني هي حلويات مقلية جد سهلة. في هذا الكاسرون اللي شتوها، لح فيها الماء ولح فيها الزبدة ولح فيها الملح، نحطها على النار تغلي. كي هي تغلي على النار نذوب، حتى نذوب هذيك الزبدة اللي فيها ولا المارغرين. نحكم انا واش ندير، نجيب مغرف، يا من المستحسن مغرف تاع حطب، انا وجدت عندي هذه. نخلطو بها كي يغلي الماء او غلا، نحلها انايا بكاس تاع الفارينه هذاك ونخلطو بسرعه باش ما يدليش هذوك الحبيبات تاع الفارينه. هو هذاك كيما لي بات تاع الشو مي بدون بيض فقط، يعني نفس لابات محسوب غير بدون بيض فقط. تخلطها مليح حتى تحصل على عجينه، ومن بعد نحيها من النار ونكمل نخلط. واللي يحب يدير شويه قارص كيما انا لهنا درت شويه قارص، راح تلي لا فيديو تاع القارص، شويه قارص ونبردها منه نخلطها تدخل في بعضها، يدخل هذاك القارص فيها. ولا اللي يحب يدير فاني ولا يحب يدير اي منكهات، ومنها نبردوها شويه ونجيبو لابوش تاعنا من بعد ونعمروها. علاه نبردها انا؟ باش نخطف لابوش تاع نيلون باش ما تقطعش. ولا بعد ما درتها مليحه هي كي تفهرجات، نجيب هاد لابوش ندير لها اللي نخدمو به كيس الحلواني هذا، وندير له هذا الراس المسمن. وتكون في هذا الاثناء الزيت تاعنا راهي تغلي، الزيت تاعنا نغلي ونقويو عليها الاول النار، ومن بعد نقصو كي تما نخليو درجه الغلي، من بعد نقصو باش تحكم لنا درجه السخونه. النار تكون هادئه باش يطيب الداخل والبرا. ونبدا دركا نفرغ في هذيك الزيت. انا شاده التليفون بيد ونخدم بيد على هذاك، راهي كيما صلحت ليش كيفاش. نوريكم كيفاه تجي. نديروها صبيعات يعني على حساب الطول كيما تحبوا، كان طول بزاف ولا ديروها هلاليات، ولا هي يعني شكلها الاصلي صبيعات. نديروها في هذا الزيت ونخليوها تتحمر مليح، ومن جهه اخرى نحطوا السكر، هي تحب كي تخرج من الزيت يدار عليها السكر. هاني دركا كي حكمت بزوج يدين هاني نوري لكم. قطعوا يعني جد جد سهله، ومن الاول تجربه تصلح لكم. ونديروا معاها شويه نتاع الصلصه نتاع الشوكولاته. هذيك الصلصه تاع الشوكولاته نحكمو شوكولا وشويه حليب مقدار معين، يعني كل بلاكه تاع شوكولا نديرو فنجان تاع قهوه حليب، ونحطوها على حمام مريم ونخلطوها حتى تذوب ترجع لنا صلصه، او نديروها في الميكرووند. هذه يعني هيك تتكل، وكان اللي يفرغ عليها الشوكولا اصلا. انا درت لها السكر وحطيتها لولادي، انا يحبوها بزاف خصوصا في هكا على شط البحر ولا في السهره ولا مقرمشه. وسهل التحضير كذلك. دركا هذا اللون يبدا تطيب، شوفوا الزيت ماهيش هيك اللي تغلي بزاف، ونخليها تطيب الداخل، لازم الداخل تطيب لنا وتعطينا اللون احمر او ذهبي من برا، والداخل تكون ما فيش مثل الكعش. يعني هذا رمضان لازم له سهرات للاولاد باش يقدروا غدوه يصوموا، ولازم لهم حلويات. ماذا بينا حلوياتنا يكونوا من دارنا خير ما نشريوهم من برا. فرغ فيه هذا الطبسين، فرغ فيه شويه سكر من التحت،
ندير شويه سكر من تحت، يعني نفرش لها السكر، ومن بعد نزيد لها السكر الحبه اللي تتحط هنا، ندير لها ذاك السكر. عفوا، انا خليت لكم بالعاني تشوفوها كيفاه طيب، يعني راهي تاخذ وقت في الطياب تاعها. ها هو كي اللون اللي نحبه انايا. بعد ما طابت هاني حطيتها في السكر، ها هي كي مقرمشه راكم تسمعوا في الصوت تاعها. نكسر لكم وحده تشوفوها. كسر لكم وحده بركة تشوفوها كيفاه راهي كي مقرمشه جدا، ها والداخل كيفاه فارغه وخفيفه وطيبه. هذا هو المهم نتاعنا. شكرا لكم.